قد ورد في بعض الآثار أحد الأنبياء قال: أي رب أرني عدلك، فقال الله جل وعلا إليه: كن يوم كذا عند نهر كذا وارقب ما يقع. فأخذ هذا النبي يذهب إلى ذلكم المكان وأخذ يرقب النهر، فجاء فارس على خيله ومعه صرة فيها دنانير، فشرب من النهر وترك الصرة ونسيها ومضى. فجاء غلام حدث عابر فرأى الصرة فأخذها ومضى. فجاء رجل كفيف أعمى إلى نفس الموضع وليس فيه لا صرة ولا غلام ولا الفارس لوحده، فأخذ يشرب. الفارس في طريقه فقد الصرة فعلم أنه نسيها في الموضع، فعاد إلى الموضع نفسه فوجد الرجل الكفيف فسأله عن الصرة، فأنكر أن يكون قد أخذ شيئا وهو صادق، فاغتاظ الفارس ولم يصدقه فضربه في السيف فقتله ومضى. فلما فرغ المكان قال النبي لربه: أي رب أين عدلك؟ أوحى الله إليه: أما الفارس فقد سرق الصرة من والد الغلام فأرجعناها إلى الغلام من حيث لا يدري، وأما الكفيف الأعمى فقد قتل والد الفارس يوم أن كان الفارس صبيا فجعلنا الابن يقتص من قاتل أبيه، فعادت للغلام الصرة وأخذ الفارس ثأر أبيه وفقد ما سرق، والأعمى قتل في شبابه فقتل وهو كهل. وكل ما تراه في الكون قريب من هذا، ولا يظلم ربك أحدا.